بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة تطوير للخدمات التعليمية، انطلقت الحملة الإعلانية الخاصة ببوابة التعليم الوطنية عين، وتمتد الحملة لمدة 3 أسابيع في منطقة الرياض، وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة جدة، وتنتهي الحملة رحلتها في مدينة الدمام. منصة عين تعنى بالطلاب والمعلمين ومن في حكمهم وكذلك أولياء الأمور. الخدمات تترى لهذه الفئات المختلفة، سواء للطلاب والمعلمين وكذلك الأولياء الأمور، سعيا من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم وكذلك شركة تطوير الخدمات التعليمية لتقديم خدمات أفضل لتحسين المستوى الدراسي. فبلا شك أن الخدمات مشيئة الله تعالى مستمرة، والهدف من هذه الحملة هي عرض ونشر الخدمات التعليمية الإلكترونية للمستفيدين، سواء كانوا معلمين أو أولياء أمور أو طلاب، فالجميع يستفيد من هذه الخدمات. أولا أنا ما كنت أعرف أي معلومة من اللي ذكروها الإخوان، ولكن أنا سعيد لأنه الولد عندي، الولد بيروح ما هو حامل 10 كيلو على ظهره، هذا واحد. والشيء الثاني البوابة اللي ذكروا البيانات فيها جدا ممتازة، يعني بتخفف الكتب اللي نتم رميها. أنا أشوف كمية كتب ترمى نهاية السنة، يعني كمية إهدار للمال العام يعني، فهذا بيوفر علينا الملايين يعني، وأنا سعيد جدا إني أشوفها يعني. تضم بوابة التعليم الوطنية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المعلم والطالب، وكما حوت بوابة التعليم الوطنية أكثر من 12,000 إثراء وأكثر من 720 كتابا، وما زال العمل قائما على زيادتها وتجويدها. أنصح بأنهم يستعملون هذا الموقع لأنه جدا أفادني مرة أنا، وصراحة أنا لازم استعمله، قد استعملت كم من مرة وبستمر عليه، زي مرة حلو للمذاكرة والاختبارات، يعني التقويم الذاتي يعطونك أشياء زي كذا. أنشر البروشرات للناس اللي نفس عمري، أجيبهم أفهمهم عن برنامج عن كي يستفيدوا وينشروا. برامج كثيرة ورائعة، وبالذات التعليم الحر عجبني، والأشياء كثيرة كمان. التعليم الرقمي أصبح مجالاً واسعاً، وقد يكون الاستغناء عن الكتاب والدخول في عالم الرقميات أمراً قريباً. لقناة عين، ناصر الميثان، الرياض.